الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام سريع التنقل بين الأركان؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال الرجل في الثالثة أو الرابعة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها حتى تقضيها. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من لم يطمئن في صلاته بأنه لم يصلي الصلاة المأمور بها شرعا. فإذا كان إمامك هذا وفقك الله وإياه يسرع سرعة مخلة بركن الطمأنينة، فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب عليك أن تنفرد عنه وتتم صلاتك بنفسك. والطمأنينة هي استقرار الأعضاء، أي أعضاء الجسد، في الركن المنتقل إليه. فإذا كان يسرع سرعة شديدة ولا تستقر أعضاؤه واقفا، ولا تستقر أعضاؤه راكعا، ولا تستقر أعضاؤه جالسا، ولا تستقر أعضاؤه ساجدا، فإن صلاته في نفسه باطلة، وتعتبر صلاة من خلفه باطلة. كذلك إذا كانوا يعلمون الحكم وأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وأما إذا كان يسرع سرعة لا تخل بطمأنينته فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن كلما كان إمامك هادئ الحركات في الصلاة، بطيئا في التنقلات، يعطي الركن حقه من الأذكار الواجبات والمستحبات، كلما كان أجر الصلاة خلفه أكمل وثوابها أعظم وأجزل. فإذا كانت السرعة مخلة بالطمأنينة فلا تصح الصلاة خلفه، وأما إذا كانت السرعة غير مخلة بالطمأنينة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن الصلاة خلف غيره ممن يكون هادئا في حركاته وتنقلاته يعطي الركن حقه، كلما كان أجرها أعظم وأتم وأكمل، والله أعلم.